ذاع صيته في كل مكان ودخل في كل البيوت، وكان له حضور متميز في الترفيه والتشويق. إنها خدمة العللاء والزميل المرابط، فليتفضل المرابط. Artiste comédien apprécie le talent de خدمة العللاء. شفتي ميزيك دافون؟ السلام عليكم. طبعا حفل كروي، اولا الشكر للاتحاد الموريتاني لكرة القدم وهنيئا للفائزين. اسمحوا لي، طبعا المسافة بعيد شوي من هون ودهشت، ولا يحيلكم بني ما عندي علاقة بكرة القدم. انا قال المرابط، وطبعا ياسر مني انا قالهم المرابطون. طبيعي هو القاسم المشترك اللي زعلان انا وانتم مشتركين. انا عندي مشاكل شوي مع كره القدم. اولا ندهش في المسافه كيف ما شفتوا، ثاني مالكي عندي مشكله في تخلاص في ماتش بالله ما تينا بريده واحده ويدهشني، وعندي مشكله ثالثه ما قد شجعت فريق كره قدم ما انقلب. لذلك انا هو كنت سبب الهزيمه الدائمه لفريق نيكاراغوا. طبعا مؤخرا كنت شجع فريق بارسا و بون ماشي معاه حق عندي. جيت للوالد، الدور يطلب لي مولانا. الوالد حق الله طلب لي مولانا البارسا، الله يشفيها بارسا الله يشفيها بارسا فريق كرة. بارسا فريق كرة، نتحول مباشرة وعد فريق ريال، وبالمناسبة فريق ريال كشاك انه فريق سعودي. آخر مباراة شاهدة مباراة الفريق الوطني مع جنوب السودان، وكان موريتاني طبعا شجع فريقي حالة طبيعية، ومعايا واحد صاحبي من ذاك النوع من الناس اللي خبر مني أنا في كرة القدم يخبط ويكمش، وتصوروا عدد الأهداف اللي جاوا فريق جنوب السودان، وتصوروا عدد الخبيط بالمقابل اللي جا في أنا، مما اضطرني أني شجع فريق السودان. كي قلت لكم قبيل انقلب، اللي ما شجع فريق ما انقلب. بارك الله نبقاو مع خدمة العللاء. طبعا احنا عللاء، كلام العاقل الاخر راهم قال لكم كامل عندكم سمعتوا. وهون ما دام لا التكريمات خروج وباط، راني انا مكرم 308 برودكسيون اللي تنجي البرنامج، نبقاو مع خدمة العللاء. مريم صاحبتي قرينتي، انا وهي ما نفترقوا، نقيسوا المرصة في بليدي في الليل، نقيسوا الندويات في بليد، وأنا وهي سياسي وفقعر الحاسي مدربي للشعب ماسي عن هذا كامل طفاقة في الليل. يصلن ما هو دم كايب الفصل مجن وراسه كاي عنده روح أصلاً لعادة في النايب. الميدي وطالع ميدي نتغيب للدرس مفيدي، عرفوا كيف تظهر الناقة في النايب. ومرأة ما تزي بعرة وتربي جيل على الدبرة، وصل لقزانة نتاقة في النايب. خدمة العلالة بونجور. قلت لك رئيس الاتحادية مم هي هون بعد لوكو بخير علموا لنا بعد اللي راجل معلوم ومتعدل، هو اللي عدل المرابطون من الفناء، وهو اللي قبض لنا كاس العالم فتبارك الله ورفع راية موريتان في المحافل الدولية. تش الدور به باب احمد؟ راني هون باطل لا تنسى. خدمة العلالة بونجور. قلت لك استاد اولمبيك مقفولة امالو ما عقب ماتش تونس ما تاكليه واحد من جوارات تونس دقدق ركبته في السيموا ملعب يلو اك بعد موسمو. خدمة العلالة بونجور. انا سمعت عن هون في موريتان حكم لا روجات ولا يطيروا. انتكرت ما انا لا اجوب. خدمة العلالة بونجور. بويا انا نختار نطرح ليك سؤال هون ما اعرف قاعيك يا نور تبعد تكايس انا لا يسولك عن ماتش
ماتش موريتان وتونس سكور وشنو؟ بويا والله اللي خلعتني شكيت عنك تسوي العام ماتش اللي ولك أبد ما هي نفسي محتى مريم صاحبتي قريمت خدمة العلالة بونجور ايه بوت شنو ديفيرانس بين بالون رجالة وبالون للات من قلت القوانين يكش نحن نتيروا بالون هما يتيروا الراس عندنا تت عندهم جك عندنا توش عندهم دوش عندنا أورجي عندهم أوردف عندنا كويسير عندهم كوير خدمة العلالة بونجور قلت لك اتحادية كرة القدم مع دري سهرة الليل ها وش ماسي زينة الناس قاعدة باندتوش متقسمة كات كات ده وطارحين صوص ده بالون افيك كرواسان بيتكم سيفو بلاي انا ربيت توش افيك صوص ده بالون خدمة اللعو ياك فاشريك نافة ياك بدلنا في بقع من نافة بدلنا عدنا ساعة كات كات ده بدلنا واحد ثاني ولي وذاك بكينا تشوف التلفزيون قلت لك يا وليد احنا بندرب المنتخب لارك كورانتان ماركينز كوران امتان مارتي افادي ده قلت لك خدمة العلالة بونجور عدى لي حق الله للخدمة اعطيني رقم رئيس الاتحادية كتب عندك دي ان تروا زرو ان بارتو سوري دي بارتو السلام عليكم اف ام ريم بريزنت هاي ماتيو شو حالو وسعال البريزدان اهلا شكرا سميني داود الذي بح هو فعلا ملعب يبحبح الناس جميعا ويحبهم به وتشاهدون رئيس الاتحادية في انا خرص وين ماتشاي زينبا وبزام وجوه تحدو ما حتو لك بزح جاكيتي الله 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 اي بنا بجاي ولا ما جاي الله